السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة عالي العال. مساء الخير على كل الحضور اللي معانا اللي مشرفينا، وفي انتظار دخول بقية السادة الزملاء بإذن الله. الحقيقة احنا كنا قررنا نعمل المحاضرة دي من فترة طويلة، لكن نظرا لبعض المشغوليات اضطرينا ان احنا نأجلها لما بعد انتهاء اختبارات الترم الثاني من العام الدراسي، ويعني ربنا يوفق جميع زملائنا واخواتنا من دارسي اللغويات والترجمة. فشكرا جزيلا لصبركم معانا، وشكرا كمان ان انتوا انضميتوا لينا النهارده والليله دي، وبجد سعيد ان احنا اخيرا هنقدم بقى الورشة اللي احنا اتفقنا عليها. في السابق احنا كنا بنقدم ورشة اسبوعيا، كانت بتبقى تكون دايما اما الخميس او الجمعة او السبت مساء بتوقيت الثامنة او التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، لكن يمكن احنا برضو اضطرينا نأجل الخطة بتاعتنا لفصل الصيف افضل عشان برضو مسألة الامتحانات. فتوقعوا ان شاء الله بدءا من الاسبوع الجاي او بدءا يمكن من النهاردة احنا نقدر نعتبر ورشة النهاردة من ضمن الخطة اللي احنا هنتابعها الفترة الجاية ان شاء الله. فمنطقي بإذن الله توقعوا دايما في نهاية كل اسبوع عندنا هيكون في ورشة متخصصة في ضربة من دروب الترجمة وعلم من علوم الترجمة، سواء كانت ترجمة تحريرية او شفهية. ف thank you so much again. المحاضرة مسجلة هيتم رفعها على اليوتيوب بعد انتهائها مباشرة بإذن الله، حتى الناس اللي ما عرفتش تحضر هتقدر تحضرها، وكمان لو حد فاته حاجة او حابب يسمع نفس الكلام تاني اللينك هيكون متاح لحضراتكم بشكل دائم ان شاء الله. Let me first introduce myself to those who do not know me well. انا اسمي دكتور محمد عامر، حاصل على درجة الدكتوراه في اللغويات الإنجليزية والترجمة المتخصصة، وأيضا محاضر للترجمة التحريرية المتخصصة والترجمة الشفهية في جامعة القاهرة، وقبل كده كنت موجود في جامعة قناة السويس وجامعة بورسعيد. وأنا بفضل الله مترجم ل 13 كتابا في الأدب وغير الأدب موجودين في سوق النشر منذ عام 2015، تقدروا تطلعوا عليها كلها موجودة على صفحات دور النشر المختلفة، موجودة في سوق النشر عندنا هنا في مصر ومختلف الدول العربية، والحمد لله يمكن الكتب بتشارك في كبرى المعارض، معارض الكتب اللي بتعقد سنويا سواء كان داخل مصر أو خارجها، وحتى على المستوى الدولي كمان، يمكن على رأسهم معرض كتاب فرانكفورت وهو المعرض الأكبر على مستوى العالم. ف thank you so much again. ده سريعا كده مين هو محمد عامر البرزنتر اللي بيتكلم مع حضراتكم النهارده. احنا النهارده هنتكلم عن مفهوم الترجمه الشفهيه، لكن قبل ما نتكلم عن المفهوم نفسه حابب اعرض على حضراتكم لقطة كده و it's subtitled already ومنصوص فيها الحديث. اللقطة من فيلم شهير اسمه Guy Ritchie's The Covenant، الفيلم نزل السنة دي في السينمات، وفي مقاتل أو ضابط بيقول للآخر You are here to translate، فالآخر رد عليه وقال Actually I'm here to interpret. هو بيقول له انت جاي هنا علشان تقوم بعملية الترانسليشن، ولكن التاني رد عليه وقال له Actually I'm here to interpret، انا موجود هنا علشان اقدم interpretation not just translation. فسؤالي لحضراتكم هنا، وتقدروا تفتحوا المايكروفون واللي عايز يجاوب برضو على الشات بوكس مفيش مشكلة خالص. What is the difference between translation and interpreting؟ ايه الفرق ما بين الترانسليشن والانتربريتنج؟ هو اصلا في فرق ما بينهم؟ ولو في، ايه هو الفرق ده؟ حد يقدر يجاوب عليا؟ ممكن تفتحوا المايكروفون. استاذ عبد الله اتفضل يا فندم. Yes, yeah, thank you very much, Dr. Hammer. For me, I think I'm not like an official translator yet, but I think for me, yeah. like the initial difference between them is when you translate, you only provide like the exact meaning of the words from the words from the source language, like from English or Arabic. But when you interpret, like you try to dig deep inside the meaning of the words and try to change like how they
like without giving that like exact translation of the word. This is the position. Okay, thank you so much, Abdullah, for your input. This is amazing. Thank you so much. But we have another addition here from Omar. Hello, Omar, my friend. How's everything? Hello, Professor. Nice to meet you again. Pleasure to meet you always, anywhere. Thanks a lot, Omar. So, Omar, simply because I know you know the correct answer, what is the main difference, or what is the only difference between translation and interpreting, if available? A translator is the one who translates the language from the source language to the target language written in a written way. In a written way. But what about interpreting? Interpreting, it's an oral. An interpreter is a communicator. He communicates with the other person. He transfers the language from the source language to the target language orally. Orally, in a spoken way. Yeah, yep. Exactly, which is typically correct. Thank you so much, Omar, for your input. The difference between translation and interpreting. Translation in Arabic, we call it al-tarjama. Amma al-interpreting, تقال أيضا الترجمة. طب إيه الفرق يا دكتور ما بينهم؟ مش دي ترجمة ودي ترجمة؟ نعم، ولكن كما قال صديقنا عمر في الترانسليشن it's written تحريرية، ترجمة تحريرية. أما الانتربتيشن فهي ترجمة شفهية، يعني تقال تنطق، تسمع ثم تنطق. أما الترانسليشن تقرأ ثم تكتب. ده الفرق الأهم والأبرز ما بين الاثنين. So النهاردة احنا هنتكلم عن interpreting أو interpretation مش translation. ف thank you so much عمر, thank you so much عبد الله for your input as well. And this is the main difference between both of them. This is translation and this is interpreting. Mainly translation is the act of transferring written material from one language into another, into an equivalent written material in another language, كتابياً. أما الانتربتينج on the right side, it's a spoken language. Interpreting here is the act of listening to something in one language and orally, look at orally rendering or signing it in another language. فإحنا بنستخدم إما الحديث أو الإشارة. إما الحديث وإما الإشارة. فأتمنى يكون الفرق واضح. لما بنيجي نتكلم بالعربي حتى ما بنقولش على الترانسليشن مجرد ترجمة, لا بنقول ترجمة تحريرية, علشان لما أجي أتكلم مع انتربتر بيكون هو فاهم حاجة تانية خالص. الانتربتر مترجم شفهي والترانسليتر مترجم تحريري. أقدر أقوم بالدورين؟ أو ما فيش مشكلة خالص. ويمكن السؤال اللي عايز أطرحه على حضراتكم وهو سؤال بروفيشنال ملوش علاقة بالممارسة نفسها, هل شرط أساسي قبل ما تشتغل مجال من المجالين دول انك تكون شغال التاني او عندك خبره في التاني؟ على سبيل المثال, وخليني اوضح لكم اكتر, هل علشان ادخل مجال الترجمه الشفهيه او الفوريه زي ما بيقال عليه بشكل عام لازم اكون مريت بالترجمه التحريريه الاول, ولا ممكن ادخل مجال الترجمه الفوريه بدون الحاجه دي؟ انا حقيقه عايز اسمع اجابتكم في السؤال ده بالذات انه بيطرح كثيرا, فمحتاج يعني انبوت منكم. حد عنده إجابة للسؤال ده؟ لازم, هل ده شرط أساسي إن قبل ما أكون interpreter لازم أكون translator؟ Do we have any answers on that question? Yes, exactly. I got an answer here on the private chat. Could you please, Ali, can you please, yeah. ممكن بس تبعت الإجابة على لأن بعتها لي على private, ممكن تبعتها على العام. جات لي إجابة تانية بتقول it helps but it's not necessary. Exactly, thank you so much Muhammad, thank you so much. Okay, so it helps but it's not necessary. Yeah, I believe so. Okay, do we have other additions, other inputs? Okay, so we have a consensus here that it helps but it's not necessary. إن الموضوع فعلا هيساعدك ان انت تمر بتجربة الترجمة التحريرية قبل الفورية, لكن ده مش شرط وده مش ضروري على فكرة, مش شرط اساسي,
خالص. انت ممكن تدخل مجال الترجمه او تقتحم مجال الترجمه الشفهيه على طول مباشره بدون مرور على الترجمه التحريريه، لكن نظريتي انا يفضل البدء بالترجمه التحريريه بعض الشيء، لكن ارجع واقول ان مش شرط اساسي، مش شرط. اوكي، ف thank you so much for your inputs، وسعيد بجد بمشاركات حضراتكم. في اجابات جات لي مثلا من الي ولطيفه بيقولوا everyone can be interpreter. Everyone can be interpreter. Is that true? ايه رايكم في القول ده؟ لطيفه بتقول everyone can be interpreter. هل ده صحيح؟ اي حد ملوش علاقه باللغه تقريبا، هل او ما اشتغلش بالترجمه التحريريه ينفع يكون interpreter؟ فممكن توضح لنا برضو المقوله شويه يا استاذه لطيفه. ف thank you so much. With basic knowledge, I mean, of course, you're right. I totally agree with you. Thank you so much, Latifa, and thank you so much, people, for your inputs. Okay, طيب لو هنتكلم عن interpreting عموما، في تعريف قاموس أكسفورد للinterpreting، هو القاموس بمنتهى البساطة المحدث والنسخة الأخيرة منه بتقول إن هي the oral translation by an interpreter of utterances spoken in one language into another for the benefit of one or more listeners unable or only partly able to understand the original language. هي الفكرة، هو أنا ممكن أترجم لشخص واحد بس مش مجموعة، لأن دايما الفكر السائد والفكر المفهوم عن الترجمة الفورية أو الشفهية إن أنا بترجم في مؤتمر، إن أنا رايح كونفرنس كبير، إن أنا رايح أوتيل هترجم لعدد كبير جدا من الناس، أو حتى لو أنا أونلاين واشتغل RSI أو Remote Simultaneous Interpreting إن أنا بترجم لعدد كبير جدا من الناس. Is it a condition؟ هل ده شرط إن أنا أكون بترجم لناس كتير عشان أكون مترجم شفهي، ولا ممكن أقل من كده؟ Let me count it for you. أنت ممكن تترجم لشخص واحد بس. Even in a conference؟ Yes, even in a conference. Even in a conference. ويمكن أنا مريت بالنقطة دي من كم يوم، لأن كان عدد الحضور كان ما كانش كبير قوي، بس يمكن أغلبهم كانوا عارفين لغة إنجليزية وأنا كنت بترجم إلى اللغة الإنجليزية أو عفوا إلى اللغة العربية، فهم فاهمين اللغتين العربية والإنجليزية، فما كانوش محتاجين للسماعات، لكن تبقى شخصين اتنين بس هما اللي حاطين السماعات. فانت متخيل ان انت بتقوم هذه المهمة علشان فرد واحد او فردين، ودي حاجة، دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. ما يهمش انت بترجم لعدد معين قد ما يهم ان انت تقوم بالممارسة نفسها. Of course there is a relation between doctor and patient. It's a one-to-one. انت لو بتترجم ترجمة طبية لفرد او فرد اخر، فانت ممكن تكون بتشتغل مثلا في مجال الترجمة الطبية. على سبيل المثال الحديث القائم ما بين الطبيب والمريض، المريض بيشتكي من اعراض معينة، من سيمتومز معينة، فانت بتترجم نفس الكلام ده للطبيب، الطبيب بيعمل الدياجنوزيس بتاعته وبيدي البريسكريبشن للمريض وبيدي له العلاج. فدي علاقة one to one، شخص واحد بس، علشان بس نفك اللغط المثار حوالين فكرة ان انا لا لازم اكون في كونفرنس ولازم اكون في مؤتمر كبير. No, it's not a condition. في حالات كتير ويمكن هنتكلم عن بعضها النهاردة ان شاء الله. استاذة همسة كمان بتقول لي ان whisper interpreting is usually provided for only one person. Exactly. الترجمة الهمسية، ويمكن عشان اسم حضرتك همسة فانا عجباني جدا الاجابة، الترجمة الهمسية بتقدمها اما لشخص واحد او شخصين بحد اقصى. وامتى الترجمه الهمسيه بتتم يا استاذه همسه؟ لو تعرفي تضيف لنا معلومه هنا، ايه مفهوم حضرتك عن الترجمه الهمسيه whisper interpretation؟ السؤال بس مش للاستاذه همسه، السؤال لحضراتكم جميعا. يعني ايه اصلا ترجمه همسيه؟ politicians. Yeah, exactly. It's a one-to-one relation. ممكن يكون في لقاء ما بين جو بايدن الرئيس الأمريكي ومثلا لو قلنا فلاديمير بوتين، فيه هيكون مترجم تتبعي ما بينهم، هيكون قاعد ما بينهم وهيترجم الحديث القائم ما بينهم، فدي برضو علاقة one to one. One to one. طيب let's have a deeper look on interpreting عشان نبقى فاهمين برضو المجال اللي احنا بنتكلم عنه مكون من ايه بالظبط. في عناصر كتير مشكلة لفكرة الترجمة الشفهية، وعايزين نفرق هنا ما بين نقطة الترجمة الشفهية والترجمة الفورية. هل interpreting معناها ترجمة فورية
ولا في فرق ما بين interpreting و interpreting؟ ايه معنى او ايه الفرق ما بين الترجمة الشفهية والترجمة الفورية؟ Can you answer this question if available؟ لو حد عارف الفرق ما بين الترجمة الشفهية والترجمة الفورية. You can open your mic, you can write on the chat box. ما فيش مشكلة خالص. Yes, exactly. This is correct. This is correct. Yeah, Huda. Thank you so much. This is perfect. ده فعلا فرق كويس جدا. بس انت برضو كاتبة الإجابة في الـ private. ممكن معلش تبعتيها لنا على العام. Do we have other answers? حد عارف الفرق ما بين الترجمة الشفهية والترجمة الفورية؟ أقدر أجاوب دكتور؟ تفضلي مريم هانم. إزاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. شلون حضرتك؟ أنا بخير الحمد لله. If I'm not mistaken, الشفهية هي ممكن إنه تكون مثل consecutive or site interpreting maybe, بس الفورية هي فقط تقتصر على simultaneous interpreting. الفورية simultaneous interpreting. أما الشفهية ممكن تكون يعني أي نوع آخر من ال... تمام يعني. لكن هل نقدر نقول إن الترجمة الفورية نوع من أنواع الشفهية؟ Thank you so much. I totally agree with that. Thank you so much, Mariam, and okay. Nice to meet you tonight. Thank you so much, Mariam. حقيقي. جات لي إجابة تانية من أختنا لطيفة بتقول yes in the same time simultaneously the other when the person finished their speech. I didn't get it right. يا لطيفة. الفورية أصعب طبعا. طب لطيفة, this is question to you. هل نقدر نقول إن الفورية جزء من الشفهية وفقا لتعريف حضرتك, ولا التعريف كان بيشير لحاجة تانية؟ جات لي إجابة تانية دلوقتي من أخونا أستاذ محمد عبد الجليل بيقول إن الترجمة الشفهية تشمل أنواع عدة من ضمنها التتبعية والفورية والهمسية, أما الفورية فهي التي تتم في الوقت نفسه خاصة في المؤتمرات الرسمية. Yep, exactly. I totally agree with that. Thank you so much and kudos, دكتور محمد أو أستاذ محمد عبد الجليل. Thank you so much. ده الفرق اللي احنا عايزين نتكلم عنه, ان الانتربتنج مش شرط تكون ترجمة فورية. الانتربتنج هي المظلة الكبيرة, هي الامبريلا تيرم, هي المصطلح الكبير, المصطلح الام اللي احنا بنتكلم عنه, وتنطبق منه عدة انواع. عندنا زي ما هنتكلم دلوقتي at sight interpreting, وهي الترجمة المنظورة. بعد كده هنتكلم عن consecutive interpreting, وهي الترجمة التتبعية أو التتابعية. And finally we will discuss simultaneous interpreting, وهي الترجمة الفورية. فده الفرق. Okay, فنقدر نقول إن الترجمة الفورية بنت الترجمة الشفهية. So what does it mean to do at sight interpreting أو sight interpreting, because two terms are totally correct. الفكرة في الترجمة المنظورة ان انت هتنظر على نص معين, هتبص بعينيك على نص معين مكتوب بلغة محددة, ولتكن مثلا اللغة العربية. هل هيصدر منك صوت باللغة العربية ام باللغة الاخرى الصوت؟ انا عارف ان انت عينك هتقع على النص المكتوب باللغة العربية, لكن الاوتبوت بتاعك هيكون باي لغة بالضبط؟ Exactly, it's gonna be the target language. ولتكن مثلا اللغة الإنجليزية. So هي الفكرة إن أنت بتشوف اللغة, بتشوف النص بلغة معينة اللي هي ال ST أو source text, وبتطلع الصوت بتاعك بال target text. وده هنشتغل مع بعض دلوقتي, واسمحوا لي إن إحنا هنتكلم فيه. لكن خلونا نعدي سريعا كده على ال consecutive interpreting, وهي النوع الأكثر شهرة شوية من ال at sight interpreting. ايه هي الكونسيكتيف انتربريتنج يا شباب؟ حد يقدر يقول لي ببساطه كده مفهومه هو عن الكونسيكتيف انتربريتنج ايفن ان عربيك؟ مفهومك ايه عن الترجمه التتبعيه او التتابعيه؟ تعرف عنها ايه؟ اوكي, ممكن اقول يا دكتور؟ اتفضلي يا سلمى. الكونسيكتيف بيكون السبيكر بيتكلم وبعدين يتوقف, وبعدين المترجم يترجم اللي هو قاله, وبيبقى طبعا ممكن يكون minute or two minutes. Minutes, only one minute or two minutes max, مش كده؟ Yes.
Okay, thank you so much. I totally agree with that. Okay. الترجمة تتبع النص الأصلي يا همسة. Thank you so much. I think this is correct. نوها بتقول زي مدرب كرة القدم والمترجم. تمام. حلو جدا جدا. لو شفنا مدربي كرة القدم الأجانب اللي بيكونوا موجودين في بلادنا العربية بيكون تبعهم دايما مترجم عشان ينقل الكلمة للبريس ريليس اللي بيحصل أو البريس كونفرنس اللي بيحصل وكمان بينقلوا له أسئلة الصحفيين اللي بيكونوا موجودين وكذلك كلام المترجم والمدرب مع اللاعبين نفسهم. فدي حاجة برضو مهمة جدا ده بيتم إيه؟ بيتم consecutively زي ما قالت سلمى بالضبط وزي ما حضراتكم ما تفضلتم السبيكر بيتكلم لمدة زمنية محددة متفق عليها مسبقا أو غير متفق عليها ويتوقف وخلال كلامه يقوم المترجم بـ taking notes وده هنتكلم فيه النهاردة. خلص كلامه يبدأ المترجم يقوم بعملية الترجمة من لغة إلى أخرى باستخدام النوتس اللي أخذها. ويمكن ده الفرق الأهم ما بين الconsecutive interpreting والsimultaneous interpreting الترجمة الفورية. ده الفرق الوحيد ان انت في الترجمة التتبعية بتنتظر السبيكر لمدة زمنية، لكن هل في الترجمة الفورية انا بستنى السبيكر عشان يخلص كلامه؟ I don't think so. مش كده؟ حد بمنتهى البساطة كده يشرح لنا ايه هي الـ simultaneous interpreting؟ ايه مفهومك عن الـ simultaneous interpreting؟ الترجمة الفورية. Okay, أنا بدأت يجي لي إجابات فعلاً. Okay, this is correct. This is correct. إحنا مش بنستنى. Okay, سلمة تفضل يا سلمة. مش بنستنى فعلاً. سيماتينيس بترجم ورا المتحدث وهو بيتكلم تتبعي ورا بعض. ما بقفش. يعني ده الفرق فعلاً. يعني انا مش بستنى السبيكر في الـ في السايم اوف ثينجز بالظبط. اوكي ثانك يو سو ماتش سلمى يعني as usual astonishing حقيقي. اوكي همسة بتقول لنا برضو هنا once the speaker starts to talk you have to start your interpreting. اوكي طبعا طبعا يا همسة ممتاز ثانك يو سو ماتش لطيفة باللغة العربية بتقول تحتاج لمهارة كبيرة والا تكون مليئة بالاخطاء. Okay, thank you so much, Latifa, for your input and addition. Thank you. So, النهاردة احنا هنتكلم عن الثلاثة دول. الـ at signs interpreting, الـ consecutive interpreting, وأخيراً وليس بآخر الـ simultaneous interpreting. لكن هل دي كلها أنواع الترجمة الشفهية؟ هل الثلاثة دول بس هم كل أنواع الترجمة الشفهية؟ Of course not. احنا عندنا أنواع تانية كتير يمكن كمان أكتر من اللي هكلمكم عنهم النهاردة. أول نوع عندنا في نوع يمكن إحنا في الوطن العربي مش بنلجأ له كتير لكن النوع ده فعلا بدأ ينتشر في الأسواق الأوروبية وهو الـ Simconsec Interpreting. أوكي أتمنى حد يفيدني في النقطة دي. حد عارف يعني إيه Simconsec؟ وواضح كده إن هو Hybrid ما بين الـ Simultaneous Interpreting والـ Consecutive Interpreting. حد عنده فكرة؟ عن الهايبريد اللي ممكن يحصل ما بينهم رغم ان احنا قلنا ان الاثنين في فرق كبير خصوصا فيما يتعلق بعلاقتك بالسبيكر. any additions any inputs ايه الفكره من السيمكونسيك وبنمارسها اصلا ازاي؟ اوكي I think you're free to answer this question because it's new. Okay, Salma, are you there? Salma, are you there? Hi, doctor, I'm here. Where is Salma? Do you know the same concept? ممكن حضرتك توضحها ابسط شويه ان انا ممكن أنا افكر عايزك يعني انا كنت عايزك انت توضحيها لكن it's not a problem. مفيش مشكله. حاضر عيوني. Okay, so if you do not know anything about SimConsec, I need to tell you that this is a new mode of interpreting. وده اصلا حاجه جديده جدا موجوده في سوق العمل لكن عندنا هنا في الوطن العربي لم تنتشر الانتشار اللي انا شفته فعلا موجود في اوروبا رغم ان انا شفته في بعض مؤتمرات الرسميه لوزاره الخارجيه لكن السيمكونسيك في الاساس قائم على انه هيكون هايبريد ما بين السايمولتينيس انتربريتنج والكونسيكتيف انتربريتنج. بيحصل ازاي؟
اوكي انا جات لي معلش اجابه دلوقتي من لطيفه بتقول maybe the interpreter has the original script and also has okay it happens in simultaneous يا لطيفه لكن مش ده اللي انا قصده هنا. There is a device في جهاز المفروض حتى لو انت بتترجم consecutively انت المفروض في consecutive interpreting هتسمع السبيكر وهو بيتكلم بتاخد النوتس بتاعتك ولما هو بيخلص كلام بتقوم بعمليه الترجمه مش كده؟ ده منطقي جدا. However هل وانت في الـ consecutive interpreting لو استخدمت الـ device الـ device بيعمل ايه؟ الـ device بيسجل صوت الـ speaker فانت سامع بودينك بأذنك البشرية سامع كويس جدا والـ device بيسجل في نفس الوقت. اخدت النوتس بتاعتك as a human translator or as a human interpreter والـ device برضو عمل يسجل. الـ speaker خلص كلامه اللي هيحصل دلوقتي الديفايس بيسمعك نفس السبيتش اللي اتقال او نفس المقطع الصوتي اللي اتقال فانت كده سمعت كم مره؟ توايس مرتين مره بودانك او اذنك البشريه والمره الثانيه من التسجيل. And that's why in the second time ده دورك في الترجمه مش كده؟ لانك استنيت السبيكر. هترجم هنا المره دي دلوقتي consecutively ولا simultaneously؟ ما تنساش ان الكلام بيتقال في ودانك دلوقتي حالا. فانت كده بتترجم consecutively ولا simultaneously؟ both انت بتترجم الاثنين في نفس الوقت. مره لانك هتستخدم النوتس بتاعتك وانك سمعت مره وخدت نوتس وهترجم الكلام اللي انت سمعته من دقيقه او من دقيقتين وهتستخدم النوتس في الترجمه، ومره لان الديفايس بيقول نفس الكلام في ودانك. ف I think this is a very good hybrid. Is it viable here? هل ده موجود هنا يمكن في الوطن العربي؟ مش كتير، أنا حقيقة ما شفتوش غير في مؤتمرات رسمية كبيرة فقط، لكن أظن لو سوق العمل انتشر في حاجة زي كده هيكون very very fruitful for all our interpreters. طيب, let's move to another mode of interpretation which is telephone interpreting. الترجمة الهاتفية أو الترجمة عبر الهاتف. Do you know anything about telephone interpreting? حد عارف ايه هي الـ telephone interpreting؟ زي الـ OBI كده دكتور محمد والـ OVI. الـ OBI. So what is OBI? هو كلمة OBI يعني ايه؟ اللي هي over the phone, over اسمها ايه؟ over the phone conversation. Yeah, yeah. So telephone interpreting is موجودة أصلا في الطبي. الطبي عن بعد. Okay. So telephone interpreting is exactly OBI, over the phone interpreting. Exactly. طب انا عايزك تشرح لي اكتر ايه هي اصلا الـ OBI. الـ OBI بيبقى انا عندي شخصين او خطبين او واحد واثنين يعني. اوكي. في الغالب بيشنت ودكتور. لانها اول ما اتطورت او مشهوره اكتر بالترجمه الطبيه. تمام. بيرفكت. بترجم ما بين الطرفين. يعني مثلا الدكتور خلص اروح انا بعد ما اخذت عملت النوت تيكينج اروح اي الكلام ده للبيشنت. البيشنت يخلص اكون عملت النوت تيكينج اروح ناقل الكلام ده للدكتور بالايه باللغه المقابله. اوكي اي ثينك ذس از مور ذان انف. حقيقي ثانك يو سو ماتش. شرح وافي وواضح جدا. ثانك يو سو ماتش مستر محمد اند ويلكم تو اور سيشن. شكرا جزيلا. سعيد بوجودك حقيقي. الله يسلمك. التعريف اللي قاله استاذ محمد دلوقتي more than perfect. هي الفكره في ان انا في over the phone interpreting او telephone interpreting انا عندي طرفين, طرف بيتكلم وطرف بيسمع, والطرف اللي هيسمع ده اكيد هيجي عليه الدور ان هو يتكلم, والطرف اللي كان بيتكلم اكيد هيجي عليه الدور ان هو يسمع. However, what is your role in between of them? انت ايه دورك ما بينهم اصلا؟ على سبيل المثال استاذ محمد طرح لنا سيناريو طبيب ومريض. المريض بيوصف حالته, ده كله على طريق التليفون على فكره, الاثنين او الثلاثه دول مش شايفين بعض, لا انت شايفهم ولا الطبيب شايف ولا المريض شايف. It's all on the phone, all on the phone. اللي هيحصل الايه, المريض انا عيان الاعراض. Yeah, exactly, it happens as well. فانا عيان, انا مريض, انا عندي الاعراض الفلانيه, والانتربتر هيقول نفس الاعراض دي للطبيب بلغه اخرى, الطبيب هيشرح التوصيف بتاعه وهينقل المترجم نفس التوصيف والعلاج للمريض. So this happens on phone and that's why we call it over the phone interpreting or telephone interpreting. Okay, relay interpreting, this is another term. حد عارف ايه هي الريلاي انتربتينج؟
حد عنده فكرة عنها؟ هي ممكن تكون اللي هي indirect interpreting. Indirect interpreting. Selma, I sense that you know the correct answer. Could you please discuss? هي ممكن تكون شبه ال consecutive كده. ولا طب اشرح لنا أكتر. إيه بتبقى في المؤتمرات يعني أنا بترجم conferences أو meetings بستنى ال speaker يتكلم وأنا بترجم وراه. ولا هو إجابتك الأولى كانت ألطف وكانت أوضح وأصح. Indirect interpreting. هي indirect interpreting. سيبك من أي حاجة اتقالت بعد كده. But nice addition يا سلمى. طب سلمى أنت كان قصدك إيه أصلاً بفكرة indirect interpreting؟ يعني ما عنديش معلومات كتيرة عنها الصراحة. Okay, never mind. Thank you so much, Salma, for your input. Hey, شباب, حد عارف إيه هي الريلي انتربتينج؟ حد بحث عنها، دور عنها. Meanings, not words, for words. Thank you so much, Latifa, for your input. ترجمة مختصرة مثلا يا دكتور محمد. This is not what I'm looking for. أستاذ محمد, اتفضل. ترجمة مختصرة مثلا لما قيل. مختصرة لما قيل. No, this is not right. Okay. In a nutshell, relay interpreting, لما بكون في conference أو لما بكون في حدث ما وهترجم مثلا من الروسية إلى الإنجليزية. أنا محتاج أترجم من الروسي للإنجليزي وما عنديش مترجم روسي إنجليزي. بس عندي مترجم روسي عربي. مش كده؟ يترجم من روسي لعربي. وهجيب مترجم يترجم من عربي لإنجليزي. كده. So I needed two interpreters علشان أعمل حاجة اسمها relay interpreting. نظراً لأن أنا ما عنديش مترجم روسي إنجليزي إنجليزي روسي. Okay. This is what we call relay interpreting. Okay. وهي ترجمة غير مباشرة عشان كده أنا ظنيت أن يمكن تكون سلمى وصلت للنتيجة اللي احنا عايزينها. I believe this is correct يا سلمى. وأتمنى تكون النقطة ديت وضحت. Okay, so this is what we call. اتفضل يا عمر. I'm sorry for interpreting. Never mind. هنا اللانجوج المشتركة بنسميها لينجو فرانكا صح كده؟ Exactly. وساعات بنسميها البريدج لانجوج. And by the way, even في الترانسليشن حتى في الترجمة التحريرية بنستخدم أحيانا بريدج لانجوج. مع كامل اعتراضنا على ده. حد عارف إيه هي؟ مشكلة البريدج لانجوج سواء كان في الانتربتينج أو الترانسليشن إيه مشكلتها؟ ليه دايما بحب أترجم من الأصل للتارجت من غير ما أعطي على الكسر خالص؟ قول يا أستاذ محمد لما أمسك نص أو أترجمه مرتين المنتج النهائي هيكون غير دقيق. إيه اللي هيخليه غير دقيق؟ لأنك ترجمته مرتين. طب ماشي أنت ما خدتش من اللغة الأصل أو اللغة المصدر مرة واحدة. طب ايه المشكله في ان انا ما خدتش من اللغه الاصل؟ ما مستحيل الاصل والهدف يبقوا زي بعض طابقا بنسبه 100%. فما بالك بقى لما تاخد المره الثانيه تكرر الكلام ده معاك. Thank you. This is much clearer now. Thank you so much. الفكره في ان انت لما تيجي تنقل من الاصل الى الترجمه مباشره بتنقل معاها الثقافه، بتنقل معاها المعنى كاملا، بتنقل معاها الكثير من العناصر. لكن العناصر والأفكار والثقافات دي بتتكسر في النص لما بتعدي على بريدج لانجوج. على سبيل المثال أول رواية أنا ترجمتها في حياتي كانت من اللغة الأيسلندية وأنا ما أعرفش لغة أيسلندية. الرواية كانت من الأدب الأيسلندي، فأعمل إيه؟ ترجمنا الرواية من الإنجليزية، فالرواية اترجمت from Icelandic into English and from English into Arabic by me. انا كان عندي مشكله مع بعض المقاطع في الروايه، فلما كنت برجع للمؤلف الاصلي وهو كان صديق ليا وهو سناير ماجنسن كنت بساله عن حاجات معينه فقال لي I don't know English، انا ما اعرفش النص الاصلي النص الانجليزي ممكن تبعته لي. فبعت له الروايه فقال لي على فكره المترجم اللي هي فيكي كريب لما ترجمت from Icelandic into English ما عرفتش العبر صح عن النقطة دي. And it was a problem لأن أنا كنت حاسس إن أنا I'm lost in translation، أنا مش عارف إن أنا أنقل المعنى. فاضطريت إن هو يشرح لي هو كان قصده إيه في اللقطة دي عشان أقدر أعبر باللغة العربية.
this happens in relay interpreting, in courts, in tourism, in conferences, in everything. لما بيكون في مترجم ناقص المشكلة دي بتحصل. However, it's a solution. Okay, let's move to another mode, which is whisper interpreting أو الشاشوتاج. حد عارف إيه هي الـ whisper interpreting؟ لأن كان في حد كلمنا من شوية وهي الأستاذة همسة. يا همسة, could you please discuss this with us? Hamza, are you there? If you can't open your mic, you can just share your ideas with us on the chat box. Tfadali, Hamza. Yes, yeah, doctor. Is it clear? Yeah, clear. Yeah, go ahead. Okay, so whisper interpreting, we are talking about there is a person, the whole in a meeting, and the whole meeting, they know the language except that person. And to help that person, we usually interpreting for that person, usually individually. For example, everyone speaks French, and that person, the mother tongue is English. Yeah. So we have to translate from English to French, and usually the interpreter stands so near to the person who needs the interpreting. Yeah, exactly. Thank you so much, Hamza. This is so thorough. Yeah, this is a very good answer. الترجمة الهمسية لما بيكون عندي لغة معينة أنا عايز أترجم ليها وما عنديش interpreter علشان اللغة دي, أو بمنتهى البساطة الديفايس نفسها أو الهيدسيتس نفسها مش شغالة, السماعة من الآخر بايظة, قدر الله وما شاء فعل. So I need to assign some interpreters to sit close and near to the listeners in order to give them some whisper interpreting. هيهمسوا الترجمة في آذانهم مباشرة فهيلعبوا دور السماعة. طبعا يمكن الشرط الأول من بعد الكفاءة اللغوية هو أن يكون ضبط مخرج الصوت من فم المترجم ضبط منخفض تماماً ودرجة وطبقة صوت منخفضة تماماً. مش أي حد هيعرف يشتغل في الويسبر انتربتنج, خصوصاً لو نبرة صوته عالية شوية, يعني لو حد متعود إن هو فعلاً صوته عالي صوته مرتفع طبقة صوته عالية مش بيعرف يخفض صوته, الأسايمنت ده هيبقى صعب فعلاً شوية. على العموم whisper interpreting اختفيت بعض الشيء لما كنا ايام الكوفيد 19 pandemic نظرا للتباعد الاجتماعي, اكيد مش ايام السوشيال ديستانسينج وبقول للناس يبعدوا عن بعض او جايب interpreter واقعده جنب الليسنر واقول له ترجم له في ودينه, ده هيبقى صعب جدا. لكن بعد انتهاء موجات الكورونا المختلفه الكوفيد 19 رجع تاني الويسبر interpreting وبقى ليها رونقها من جديد. Okay, finally, this is the final or the last mode of interpreting tonight. Remote interpreting. ما هي remote interpreting? حد عارف؟ حد عنده فكرة? Do you have any idea about remote interpreting? زي ترجمة المؤتمرات عن بعد كده من خلال المنصات المخصصة لذلك. Okay, الترجمة عن بعد. ممكن أشارك في conference, ممكن أشارك في أي meeting, لكن عن بعد من بعيد مش كده. Thank you so much. Okay, عمر, the floor is yours. Yes, shall I talk in English and Arabic? Yeah, whatever you want. Okay, يعني مثلا لو إحنا في المحاضرة دي في حد أسباني مثلا في واحد بيترجمه, that's a remote interpreter. Okay, because we are on Zoom. Thank you so much, Omar. This is a very thorough answer. استخدام منصات زي زوم على سبيل المثال من أجل ترجمة المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات. Thank you so much. So the interpreter joins online. Thank you so much, همسة. نفس اللي بيحصل في الانتربتنج بشكل طبيعي جدا ولكن تحدث عن طريق الانترنت, ويمكن الكوفيد 19 برضو رب ضارة نافعة نفعتنا في المسألة دي. الريموت انتربتنج على فكرة كانت موجودة من قبل كوفيد 19, لكن كوفيد 19 والتباعد الاجتماعي وحظر التجول وكل الاجراءات الاحترازيه اللي احنا اخذناها خلت الريموت انتربريتنج تنتشر بشكل اكبر,
بدأت مصطلحات زي الريموت سايمولتينيس انتربريتنج او الـ RSI والـ RCI انها تظهر على الساحة وتبدأ انها تنتشر بين الناس. واكد على حضراتكم انها حصلت قبل كوفيد 19، ان المجالات دي موجودة من قبل كوفيد 19، لكن شيء أدى إلى شيء آخر. جالي سؤال دلوقتي من لطيفة بتقول Can we say that telephone interpreting is a type of remote interpreting? I can tell you exactly this is correct because a remote means you are far, you are away from the event itself, so you can totally consider it as a remote interpretation. But I believe we can call it by the professional name of over the phone interpreting أو الترجمة عبر الهاتف. Okay, thank you so much. And now let's talk about some linguistic skills that are necessary to every single interpreter or whatever you call yourself. لو انت شغال remotely, لو انت شغال physically, فانت لازم يكون عندك some of these linguistic skills or all of them, which I prefer. Number one, you need to have a huge bank of specialized vocab. لازم يبقى عندك عدد كبير وهائل من المفردات. أنا بتكلم دايماً في اللغتين ونظراً لأن أنا عربي إنجليزي إنجليزي عربي and some French، فأنا هتكلم عن الزوج اللغوي، اللغة العربية والإنجليزية. لازم إحنا دايماً بنتكلم في المهارات اللغوية عن اللغتين عشان إحنا بنترجم into Arabic as much as we translate into English، مش كده؟ فلا دايماً بتكلم إن أنت لازم يكون عندك قدر كبير جداً من المفردات في العربية وفي الإنجليزية. Number two, good command of using compounds. قدرتك على استخدام الكمباونز. حد عارف يعني إيه compounds in Arabic؟ وإيه هي compounds؟ Compounds, any answers, any inputs؟ مش معنى compounds أصلاً في الترجمة؟ To make it shorter. To make it shorter. So what is a compound, Omar? A compound could be a collocation or a phrasal verb that are... Yeah, exactly. العبارات المركبة, as our brother Muhammad said. العبارات المركبة, في بعض العبارات المركبة اللي محتاج أكون عارفها, I'm totally aware of. And this is the cousin of collocation. Collocation is very important. أنت لو عندك مشكلة مع collocations, you need to train yourself on how to use collocations. وما هي collocations يا دكتور؟ المتلازمات اللفظية. In Egyptian Arabic, الكلمات اللي لايقة على بعض. على سبيل المثال, to launch a rocket. To launch a rocket. In Arabic, how to translate that? يرمي صاروخا, يضرب صاروخا, يطلق صاروخا. The three give the correct meaning. However, there is only one appropriate collocation, which is يطلق. يطلق. Thank you so much. Thank you so much, both Hamza and Salma. هل يضرب وهل يرمي إجابات خاطئة؟ No, of course not. But they are not appropriate. مش مناسبين, مش collocation, مش لايق على اللفظ. صحيح من ناحية المعنى, لكن لفظا تستخدم يطلق صاروخا. طيب حاجة تانية, good morning, صباح الخير. صباح الخير, good morning. ينفع أقول nice morning؟ ينفع. ينفع أقول blessed morning؟ Yeah, it works. However, what is the collocation? Only good morning. This is a collocation. Okay, and that's why we tend to use collocations in our... Yeah, exactly. Look at the addition of Mr. Muhammad here, like in court interpretation, Your Honor, Hadrat Al-Qadi. Okay, I think this is good. في الادريسيز, لما تيجي تخاطب الآخر, لازم تبقى عارف درجته عشان تعرف تستخدم الكولوكيشن المناسب. Is it your excellency مع الرئيس ولا your majesty مع الرئيس؟ حد عارف امتى استخدم your majesty, امتى استخدم your excellency؟ سلمى, you open your mic and then you switch it off. Your majesty يعني سيادتكم, your majesty
يعني your majesty مع الرئيس مش كده؟ اوكي do we have an agreement on this؟ عمر تفضل. الوزير بقول لا لا الوزير والرئيس بقول your excellency. اه طب مين بقى majesty ده؟ majesty اللي هو سمو الامير او الملك تقريبا. choose one of them. يا اما الامير يا اما الملك. الملك الملكيه عامه هي حاجه ملكيه يعني الملك او الامير. ما هو حاجه من الاثنين so choose your majesty لان الكلام اللي هقوله للامير غير اللي هقوله للملك. يبقى الملك. majesty يبقى الملك. exactly this is totally correct. so لما خاطب مثلا جلاله الملك هقول your majesty your majesty. طب ابنه اللي هو الامير ولي العهد هقول له ايه؟ your royal highness. your royal highness. your royal highness. thank you so much. سمو الامير بالعربي. تمام. وجلاله الملك سياده الرئيس سياده الوزير. okay thank you so much Salma. thank you so much all for your inputs. so you need to understand how collocations work. finally having alternatives سواء كانت synonyms or antonyms. وده بيحصل كتير قوي في شغلنا كinterpreters. لازم يكون ليك بدل الكلمة بديل واثنين وثلاثة because you don't know how the human mind works. انت مش عارف ان العقل البشري ساعة التوتر والضغط العصبي والضغط الشغل بيتصرف معاك ازاي. هتنسى هتتلغبط هتتوتر. it all happens in the same time when you are in a booth or even لو انت حتى في بيتك شغال remotely وكل الظروف اللي حواليك مريحة. however under stress you can forget a word. وهتستغرب من كم الكلمات اللي يمكن بالنسبة لك سهلة ومعروفة ومألوفة وتستخدمها كتير and out of blue كده انت نسيت. it happens every single day. so بدل الكلمة لازم يكون ليها بديل عشان تجيب البديل ده. طب لو مفيش بديل من synonyms جيب antonyms وقول it's not. so البديل بتاع good ايه؟ not bad. مش كده لو انا نسيت ف you can use the antonym as well. فدي برضو حاجة كويسة لازم تكون انت عارفها كويس. okay thank you so much. skills to be developed يعني اللي فاتوا دول لازم يكون موجودين عندك. طب لو انا عايز اعمل development لشغلي او لأدائي اعمل ايه؟ number one shadowing and mimicry. you know shadowing؟ حد يقدر يشرح لنا كده shadowing يعني ايه؟ ان القاء الظل. القاء الظل بتلقى الظل على ايه؟ repeating words after a native speaker. oh Suhaila, I think this is totally correct on that. I can't argue with that. repeating the same spoken speech or utterance after a speaker. مش كده؟ بنفس اللغة يا سهيلة مش كده؟ yeah. in the same language. thank you so much Suhaila. so in shadowing انا بجيب مثلا مقطع صوتي سواء كان audio or video وبسمع كويس جدا وبشادو every single word and in the same accent and in the same utterance and even in the same dialect and way of pronouncing words. انا هنا مش هترجم انا هنا بعمل shadowing انا هنا بقلده. طب ايه علاقة ده بالترجمة يا دكتور طالما انا مش هترجم؟ no you need to get to a lot of accents. احنا متعودين طول عمرنا بنتفرج على المسلسلات والافلام اما امريكان او براتش مش كده؟ however in real life business في الحياه العمليه هل البريتش والامريكان اكتر ماج اكتر تو اكسنتس انا اشوفهم؟ no there is Italian there is Arab there is African which is very very painful. Chinese people speaking English Indian Russian European Latinos. فأنت لازم تسمع الأكسنس دي وتبقى عارف الناس بتتكلم إزاي how they pronounce English. من يومين كنت بتركي مرة speaker Italian and she speaks English in a way كانت الحمد لله أنها كانت معقولة كانت قوية يعني الدنيا كانت ماشية كويس. however كان في speaker تانية برضو إيطالية لكن الإنجليش بتاعها كان فعلا متعب. so يبقى المسألة مش مسألة American وBritish بس لازم يبقى عندي الفرايتي بتاع الاكسنس اسمع الافريكان واسمع اللاتينو والانديان والروشن والعرب والايجيبشن حتى الليفانتاين والمروكن كل دول لازم اسمعهم. اوكي سو شادوينج هيلبس يو تو
improve your speaking skills, your listening skills and speaking skills, and especially you get to know other accents. So this is shadowing and mimicry. Number two, chunking and dissecting. Chunking and dissecting هو تقسيم المقطع الصوتي اللي انت هتسمعه لمقاطع متعددة. على سبيل المثال لو يا سهيلة افترضنا ان سهيلة مثلا بتسمع مقطع صوتي 10 ثواني. لو سهيلة لقيت نفسها في العشر ثواني دول she dropped some words, she skipped some words, محتاجة انها تنزل شوية بالمدة الزمنية. بدل ما اسمع 10 ثواني ممكن اسمع 7 seconds, 5 seconds. Okay, so start step by step. This is what we call chunking and dissecting. والchunking كمان بيوصل لمرحلة انها ممكن تسمع كلمات معينة او collocations معينة اكتر من مرة. يعني في collocations بتكون الاستماع لها صعب. في بعض الاكسنتس اللي استماع لها صعب, especially the African accent. Okay, but short term memory games, and you can open your play store. بدل ما بنحمل applications ضارة على our own phones, ممكن ننزل memory games في العاب. لو احنا فاكرين, يمكن انا اكبر من حضراتكم سنا شوية, على ايامنا احنا كان في حاجة اسمها السودوكو. انا مش عارف اذا كانت موجودة حضراتكم ولا لا, بس سودوكو يعني كانت حاجة عظيمة جدا. اللي قبلي أنا ويمكن برضو أنا لحقت الكلمات المتقاطعة حاجة كده, يعني يمكن أقدم من السودوكو حبتين. Just try إن أنت تعظم دور الشورت ميرم ميموري بتاعتك, إن أنت تفتكر, إن أنت تتذكر, قدرتك على الريتينشن واستبقاء الكلمات في الذاكرة عندك. في أبليكيشن أنا دايما بنصح به ويمكن هكتب اسمه هنا في الشات بوكس, اسمه ووردوب. ايه هو WordUp ده يا دكتور؟ ده application. على فكرة في كذا application بالاسم ده, فوانتوا بتدوروا هتلاقوا الابليكيشن لونه purple, فده اللي ممكن تنزلوه على موبايلاتكم. الابليكيشن بمنتهى البساطة تقدروا تنزلوا على موبايلك, بتعمل عليه account على فكرة for free all of it, وبيجيب لك عدد كبير جدا من الكلمات, بيعرض الكلمة على الشاشة وبيقول لك yes or no, انت عارف ده او ما تعرفش. Okay, so you can train yourself twice. تدرب نفسك على if you are aware of the word, انت اصلا عارف معناها, والتمرين التاني قدرتك على تذكر المعنى بالعربي بسرعة وتقيس ده في every single word, وتشوف انت, وبيجيب لك خريطة كده, الاخضر انت عرفته وخلصته والاحمر انت ما لحقتوش او ما تعرفوش, وتقارن ما بين الاخضر والاحمر وتشوف انت عرفت ايه وما عرفتش ايه. And you need to be quick. في كلمات ممكن تتعرض قدامك انت عارف معناها, but الوقت اللي انت بتستهلكه وانت رايح لاخر مكان جوه الذاكره جوه دماغك بتجيب المعنى ده بالعربي او بالانجليش او توصله للسالك في مشوار طويل جدا, في ناس بتقطعه. So you need to be quick. درب نفسك على WordUp and it's a very good practice. Building a bank of glossaries, وده دايما باكد عليه, ان لازم يكون عندك glossaries كتيره. If you know what a glossary is, or if you don't know what a glossary is, glossary بالعربي يعني نص رد او قاموس متخصص في علم من العلوم, فلسفة, جيولوجيا, لغويات, علم اجتماع, علم نفس, whatever. So every single science or every single branch of science you need to have a glossary on. لازم يبقى عندك glossary في كل علم من العلوم, عشان قبل ما تروح الكونفرنس, قبل ما تترجم حاجة معينة, ترجع للglossary ده تذكره كويس, تعرف أهم المصطلحات, تعرف أهم المفردات اللي انت متوقع تستخدمها في البروجكت. Okay, now let's have some practice, and we're going to start with the first mode, which is at-sight interpreting, الترجمة المنظورة. And as we discussed before, every single mode of interpreting has its own strategy. والاستراتيجية اللي احنا هنستخدمها المرة دي في at-sight interpreting قائمة على الهوت سبوتينج, تسليط الضوء على 3 حاجات. Number one, main idea. Keywords, stubborn or challenging words. So we have number one, main idea. Number two, keywords. Number three, stubborn, challenging words. So in at-sight interpreting, انت واقف قدام جمهور, معاك مستند في ايدك, اما قرار او ملخص او بيان صحفي, وغالبا هيكون بيان صحفي في اغلب الحالات, وهترجم البيان الصحفي ده من اللغة العربية الى الانجليزية او من الانجليزية الى العربية. بيعنيك سريعا بتروح على 3 حاجات, 3 عناصر اساسيه في النص اللي مكتوب قدامك.
نمبر 1 المين ايديا ليت مي اسك يو ايه المين ايديا اعرفها منين في اي قطعه في الدنيا عربي او انجليزي او اي لغه ثانيه المين ايديا بلاقيها فين في النص حد عارف تبقى في الاول في المقدمه في انهي حته في المقدمه يا سلمى العنوان العنوان طب لو ما فيش عنوان اصلا يبقى في الاول اول جمله اول جمله اهو Thank you so much, Salma. You are a dear as usual. The main idea of أي لغة تكتب في the statement sentence اللغة أو عفوا الجملة الأساسية الافتتاحية المفتاحية. لو ما فيش title يا شباب أروح لأول جملة. لو في title خلاص أنا كده عرفت the main idea بتاع الناس. Number two, keywords الكلمات الأساسية اللي ما ينفعش أنا ما كنتش عارفها. موضوع مثلا زي sustainable development التنمية المستدامة. متوقع كلمات زي ايه؟ منتهى البساطة sustainable development مش كده؟ في حاجة تانية زي ايه؟ advancement في حاجة تالتة زي ايه؟ United Nations agenda charter agriculture water security a lot of words that you need to know as keywords كلمات ما ينفعش انت ما تكونش عارفها طب معنى كده ان في كلمات انا ما مش هكون عارفها فعلا؟ Exactly, it happens every single time. So we call them stubborn or challenging words. كلمات عنيدة وبتفرض عليك تحدي معين. And دايما بحط عليها علامة حمراء كده لأن دي الكلمات اللي هتعمل لي تحدي وأنا بترجم. فأنا ما عرفتش معناها أتصرف معها إزاي. Do you know the answer? حد عارف لو أنا لقيت كلمة صعبة عليا في النص. طبعا ما عنديش وقت أسأل زميلي أو أدور في dictionary أو glossary. أتصرف إزاي في أي كلمة صعبة أو ما أعرفهاش؟ ممكن أستنتجها؟ ممكن إيه أعمل إيه سلمى؟ أستنتجها أستنتجها طب إزاي؟ يعني تبقى مستنتجة من خلال الكونتكست نفسه من خلال السياق يعني شفت بالزبط. السياق وهقدر من خلال السياق ده إن أنا أستخدمها إن أنا أستنتج المعنى أوكي؟ طيب جات لي إجابة تانية دلوقتي من لطيفة بتقول using close and the paragraph okay طبعا طبعا guess the meaning for the previous words أو from yeah from previous words ببساطة الجملة بنقراها وبنستنتج معنى الكلمة اللي احنا مش عارفينها من خلال ما يحيط بها من كلمات okay now we have a little practice أنا معايا practice دلوقتي النص ده أنا هقراه هنطلع ثلاث حاجات Main idea, keywords, and stubborn words. The establishment of a loss and damage fund was, for many, the highlight of the United Nations Climate Conference, COP27, and the culmination of decades of pressure from climate-vulnerable developing countries. The fund aims to provide financial assistance to nations most vulnerable and impacted by the effects of climate change. While the historic decision was welcomed, This is but the first step, and success will depend on how quickly this fund gets off the ground. Okay, so I have this text on hand, and I have النص ده في إيدي في مستند. وأنا واقف قدام a lot of journalists, وصحفيين وكاميرات وناس عايزة تسمع الكلام اللي مكتوب في النص إيه. النص ده كان من بين الصحفي الأول لوزارة الخارجية المصرية. بعد انتهاء كوب 27 مؤتمر المناخ والكلام ده كان مكتوب في النص اوكي نمبر 1 المعمول باللون الاخضر ده الكي ايديا مش كده او المين ايديا استابليشمنت اوف اي لوست دامج فوند لوست اند دامج فوند يبقى الناس بتتكلم عن تاسيس الفوند ده اوكي طيب الكلمات المعموله باللون الازرق هي الكلمات اللي لازم اكون عارف معناها لانها الكلمات المفتاحيه United Nations Climate Conference, okay, developing countries, okay, financial assistance, and climate change. دي الكلمات اللي أنا لازم أكون عارفها. في كلمات ممكن تكون جديدة عليا مش عارف أخمن معناها ممكن أكون ناسي معناها. For example, culmination, climate vulnerable, gets off the ground. Okay, نلعب مع بعض لعبة بسيطة جداً. Could you please tell me the meaning of every single word of these in all colors? حد يعرف يقول لي بالألوان حتى لو احنا ملونينها معناها ايه? Let's start with loss and damage funds.
You know the meaning of a loss and damage fund in Arabic? Loss and damage fund. Both in the chat box, وبرضو if you know the answer, you can open your mic. صندوق الخسائر والأضرار. صندوق الخسائر والأضرار. Okay. Do we have other suggestions? Okay. Thank you so much, Mr. Muhammad. This is totally correct. صندوق الخسائر والأضرار. Thank you so much. Thank you. Okay. Now let's move to the blue one. The United Nations Climate Conference in Arabic. In Arabic. مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي. Okay, do we have other suggestions? So we have to go. المؤتمر المناخي للأمم المتحدة. Okay, okay. In both tries, I got the meaning, but عندنا مشكلة بس في إن المصطلحات. وإن في مصطلحات بعينها في مجال معين لازم بجيبها من المصدر بتاعها. So my advice here is to look into UNTERM website, UNTERM وده الجلوسري بتاع الأمم المتحدة عشان نبقى عارفين إيه هي الـ United Nations Climate Conference أو الـ COP27. فبالعربي يا سهيلة كنت فتح المايك، عايزة تقولي حاجة؟ مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. Okay. I think this is close to the correct answer. The only correct answer is مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 27. Okay. طيب. Another blue word, developing countries. What is the meaning of developing countries? But be quickly about this. الدول النامية. الدول النامية. شكرا جدا يا سلمى. Okay, financial assistance. مساعدة المالية. مساعدة مالية. Climate change, which is very easy. تغير المناخ. And by the way, it's المناخ مش المناخ. Okay? You know the difference? المناخ ده حاجة خاصة بالجمل. المكان اللي بيقعد فيه. المكان اللي بيقعد فيه الجمل. اللي بينخي فيه الجمل. مش كده؟ Oh. So it's مناخ مش مناخ. شكرا يا سهيلة. Thank you so much. تغير المناخ. Climate مناخ. Okay. طب هي تغير المناخ ولا التغير المناخي؟ Officially in the United Nations it's تغير المناخ. هل تغير المناخ التغير المناخي غلط؟ لا خالص، ومستخدمة في كثير من مواقع الإخبارية حول العالم. الاثنين صح، لكن في سياق الأمم المتحدة تغير المناخ. Now let's move to the red words, the annoying, the stubborn words. Culmination. What's the meaning of it? Culmination. Okay, peak. Latifa بتقول peak. So in Arabic, احنا هنترجم into Arabic. Peak. عربي بقى. ذروة. حصيلة أو ذروة. ذروة. أوكي. طب لو قلنا حصاد نتيجة. I think in the context نفسه وإحنا بنترجم دلوقتي هيقول لنا هنقول إيه. أوكي. طيب. Vulnerable. Climate vulnerable. وكلمة vulnerable ليها ترجمة مهمة جدا في السياق الرسمي هنا. حد عارفها؟ مقصود بها الدول التي تعاني من ذروة التغير المناخي أو الأكثر عرضة. هي فعلا الدول التي تعاني، بس مش ده المصطلح اللي أنا بدور عليه. But you got the correct idea. المتضررة. الدول المتضررة. Thank you so much يا همسة. You are an addition to the session. الدول المتضررة من تغير المناخ. Okay. Finally, this is an expression, gets off the ground. What is the translation of gets off the ground in Arabic?
شكرا جزيلا يا نهى. الدول المتضررة exactly gets off the ground. What about it? يؤسس. Okay, I got the meaning, but في حاجة أحسن من كده. ينطلق. Okay, I like it. مفيش مشكلة. تمام. What else? Okay, if you went to an online dictionary, you can see that gets off the ground means to start or to kick. معناها نوع يبدأ. ينطلق. Okay, يتحقق. Thank you so much. Now, the big prize. I need a volunteer to translate the whole text. But first, I'll give you only 30 seconds. أنا هديكم فرصة 30 ثانية تشوفوا النص قدامكم بعينيكم. حد هيرفع إيده يفولنتير عشان يترجم النص ده into Arabic. 30 ثانية من الآن. Okay, I think 30 seconds are over. Now I need a volunteer to translate this little text into Arabic. مين يقدر يترجم النص ده إلى اللغة العربية؟ Do we have volunteers? Please raise your hand if you want to translate. وأنا هترجم معاكم على فكرة. Don't worry. Okay, أستاذ محمد. يا تفضل يا أستاذ محمد. عايز يتكلم وأنا أتكلم أنا. أستاذ محمد عبد الجليل, are you there? You can start in Arabic. إنشاء صندوق منح التعويضات, تعويضات الخسائر والأضرار. كان من أبرز ما تناوله مؤتمر التغير المناخي للأمم المتحدة, وهو من ذروة وهو من أهم وهو من القضايا التي يريدون مناقشتها منذ عقود. وهو من القضايا التي تريد الدول الأكثر المتضررة من التغير المناخي, الدول النامية المتضررة من التغير المناخي, من القضايا التي تريد الدول النامية المتضررة من التغير المناخي مناقشته منذ أعوام. يهدف الصندوق إلى توفير أو تزويد المساعدة المالية إلى الدول الأكثر عرضة والمتضررة من تأثيرات ذرة التغير المناخي. Okay, continue. أستاذ محمد, are you there? Where are you? Okay, so it looks like Mr. Muhammad is not here. That he's been in the Atali. Okay, do we have other volunteers to start over? Other volunteers? Okay, Mr. Muhammad is back. Could you please continue? Okay, you can continue from why the historic decision. It's already shared. Looks like there is a problem with the internet or the connectivity with you, but never mind, you can try later. Okay,
Do we have other volunteers to start over? عايزين حد يترجم نفس النص ده وبسرعة جدا جدا جدا. Okay, let me choose myself. Mariam, hello Mariam. Are you there? أي ستاف موجودة. Yeah, could you please translate? إذا غلط صحح لي. Okay, عيوني حاضر. شكرا. كان إنشاء أو إطلاق صندوق الخسائر والأضرار بالنسبة للعديد. الحدث الأهم أو الأبرز في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ. أوكي. بس لحظة. قلنا هذه يعني حصيلة يمكن أو ذروة مو؟ I don't want you to give me just words. I want you to give me the flowing translation. أنا عايز ترجمة ماشية جمل. تمام. وحصيل ذروة العقود أو حصيلة العقود الضغط ما أعرف شلون أرتب الجملة من البلدان النامية المعرضة للتأثير بالمناخ. لا ما صارت. Okay, continue. Continue. يهدف الصندوق لتقديم المساعدات المالية للدول الدول الأكثر معرضة بتأثير المناخ. في حين أن القرار كان مرحب به إلا أنها إلا أنها الخطوة الأولى وسيعتمد النجاح على مدى سرعة انطلاق هذا الصندوق. Okay, Mariam, this is a very, very nice effort. والله دكتور يعني حتى لو تعطلت في المنتصف مفيش يعني مشكلة خالص. أول مرة ترجم للعربي الصراحة ما أعرف never mind because and that's why I chose you. I was teasing you. Yeah, you know that. شكرا والله كل توترت. شكرا لك دكتور. Never mind. You have to throw yourself into fire in order to get that you are steel. والله صراحة دكتور أنا تريد أنتظرك تختارني لأنه عرفت راح تختارني. Never mind. أنا بختارك مخصوص عشان الموضوع ده والله. بس يعني لا. شكرا. Even if there is some pressure, even if there is some tension in your translation, but at least you tried. It's better than silence. مش كده؟ أكيد أنت فخورة بنفسك دلوقتي حتى لو الترجمة مش مقنعة بالنسبة لك أنت حتى شخصياً, but still you try it, you give it out. مش كده؟ صحيح. That's why we دايماً بنركز على فكرة أن أنت في الترانسليشن أو عفواً في الانتربتينج it's all about practice. If you don't practice enough, if you don't practice at all, you're not an interpreter and you'll never تعرف شو المشكلة اللي أواجهها أنا بالترجمة لأنه ما متعودة أترجم للعربي السنتنس ستراكتشر يعني أنا أترجم للتركي فهو بالتركي الأخير شيء يجي الفعل yep, زين yep, أما بالإنجليزي والعربي الفعل يجي بالبداية. Don't forget that you are an Arab citizen. You are a native speaker of Arabic, يا مريم. You need to be a much better in Arabic. اوكي انت حطيت ايدك على المشكله structure تكوين الجمله ويمكن انا لما سمعت ترجمه اخونا محمد عبد الجليل في الاول هو قال تاسيس او انشاء صندوق الخسائر والاضرار كان which is correct in terms of meaning however in structure in Arabic الجمله الفعليه اللغه العربيه تعشق الجمله الفعليه so كان إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بالنسبة للعديد ها
هايلايت يعني ايه هايلايت؟ ابرز او اهم. اوكي استاذه لطيفه يا ريت طبعا. هلو دكتور. اتفضلي يا فندم اهلا وسهلا. كان انشاء صندوق الخسائر والاضرار بالنسبه للكثيرين الحدث الابرز في مؤتمر الامم المتحده للمناخ، وتتويجا للجهود جهود يعني throughout الدكيت لعقود من مناقشة هذا الموضوع في البلدان النامية المعرضة للتأثر بالمناخ بالمناخ. أوكي. ويهدف الصندوق إلى تقديم مساعدات مالية للدول الأكثر تأثرا بتغيير المناخ. وعلى الرغم من الترحيب بالقرار التاريخي إلا أنها ليست سوى الخطوة الأولى، وسيعتمد النجاح على مدى سرعة انطلاق هذا الصندوق. أستاذة لطيفة I really like your translation. I really like your interpreting. حقيقي لغة عربية متمكنة، لغة عربية رصينة. However, we have some notes. عندنا شوية يعني ملحوظات كده ويمكن أهمها فيما يتعلق ب the culmination of decades of pressure from climate vulnerable developing countries حصاد أو تتويج لعقود من الضغط الذي مارسته الدول النامية. ومش عارف ليه حضراتكم مصرين على ترجمة vulnerable إلى المعرض. No, it's not معرض. المتضررة مناخياً متضررة، الدول النامية المتضررة مناخيا أو المتضررة من تغير المناخ. أوكي سو دايما بنبدأ بالفعل في اللغة العربية، دايما بنبدأ بالفعل. طب لو أنا دكتور بدأت بالاسم فيها مشكلة؟ No it's not a problem but structurally لازم تبدأ بالفعل. Structurally لازم تبدأ بالفعل. فأنا لما بصيت على النص عيني راحت على المين ايديا، عرفت الموضوع. تاني حاجة هبص عليها هي was because this is the verb I'm gonna use. أنا هبدأ بالفعل ده. Okay thank you so much in this assembly what we call a tight interpreting. However consecutive interpreting is widely different. Here the interpreter listens to the speaker and notes down the content. After the speaker pauses, the interpreter reproduces the speech in the target language. This is widely used in one-on-one meetings as smaller meetings where a group of people speaks different languages. فكرة ان انت هتسمع هتاخد notes بعد كده هتترجم. طيب دكتور هو احنا هناخد notes ازاي؟ بنكتب كده وخلاص؟ No, there is a strategy to use. I need you to follow this strategy by heart. Number one, النوت أصلاً عبارة عن إيه يا شباب؟ يعني إيه نوت؟ نوت أنت دلوقتي رايح conference، رايح meeting، رايح مقابلة ما بين شخصين أو مجموعة من الناس، هتاخد معاك مش عايز أقول كشكول، مش عايز أقول ورقة، مش عايز أقول block note، لكن أنا هوريكم صورة النوت بتاعتي. لكن هي حاجة صغيرة كده، هوريها لكم دلوقتي حالاً عشان ما حدش عشان ما نسيش. دي النوت بتاعتي، ده حجمها الطبيعي، يعني دي النوت بتاعتي فعليا، حاجه زغنطوطه كده، حاجه صغيره باخدها معايا في الكونفرنسز، بتبقى مليانه ورق، والورق ده انا هكتب فيه النوتس بتاعتي. فاكيد مش باخد معايا ورقه كبيره عشان النوت دي هحطها في ايدي، يعني انا هسند عليها. فانا عايز الموضوع يبقى فيه سهوله واريحيه شويه في الاستخدام، فانا دايما بستخدم النوت من النوت. اوكي ليتس جيت باك. نمبر 1 You need to divide your notebook page into two vertical halves. زي ما هوريكم دلوقتي حالا. فتحت النوت بتاعتي بقسم الصفحة لنصين. شايفين؟ ادي صفحة على اليمين ودي صفحة على الشمال. قسمتها نصين ونصين رأسيا مش افقيا. رأسيا مش افقيا. ثبت في بعض الدراسات ان العين بتشوف رأسيا وليس افقيا. عشان كده بنعملها بالشكل ده. اوكي طيب use multiple colors to color code your notes. بصراحه الموضوع مش الزامي قوي، مش لازم اخد معايا ازرق واحمر واصفر واسود وكده، لا خلاص ممكن تستخدم قلم واحد بس. لكن لو عندك امكانيه انك تعمل حاجه زي كده مفيش مشكله،
ممكن تاخد جملة بالأزرق واللي بعدها بالأحمر علشان ما تلخبطش عينك وعينك تبقى شايفة بس اللون اللي أنت لسه مستخدمه. Number two, convert sounds to written letters. ودي نقطة مهمة جدا. هل وأنا باخد نوتس للكلام اللي بيتقال أنا هكتب الكلمة كلها؟ كلمة مثلا كبيرة زي infrastructure، بنية تحتية، هل محتاج أكتب infrastructure كلها في النوتس بتاعتي؟ Of course not. يكفي مثلا إن أنا أحول infrastructure إلى كلمة inf أو infra. طيب كلمة development، تنمية أو تطوير، تنمية، كلمة development only dev، مش لازم أكتب development كتير قوي، too much. طب كلمات يمكن تكون أصغر شوية، كلمة مثلا زي women، نساء، women، ممكن أحولها إلى إيه؟ WMN، WMN، لأن أنت تنطق women، مش كده؟ طب كلمة please، PLZ، كلمة مثلا زي office، مكتب، office، OFS. So you don't, يعني مش محتاج خالص, you don't know how to use this, but you can imagine that you can turn every single word into a sound. Not every single letter. OFS, بس مجرد OFS عشان أكتب كلمة office. Okay, this is very important. Number four, convert words to short abbreviated ones. لو حاجة مثلا زي United Nations, you can write UN. لو مثلا United Arab Emirates, UAE. This is very important. Arab Republic of Egypt, ARE. And so on. في مصطلحات كتير قوي ليها abbreviations. That's why I totally ask you to memorize a lot of abbreviations. عشان تقدر تعمل ده. Okay? You can also convert words to symbols. ودي مدرسة برضو احنا محتاجين ان احنا نركز عليها. How to convert الكلمات لرموز. في ناس لما بتجيلها مثلا كلمة meeting. How to convert كلمة meeting الى symbol. بترسم دايرة وانها اسهم على اساس انها مقاعد او كراسي. ممكن تعمل ده. طيب كلمة in addition to تحول الى زائد. طيب contrary to x, but x, in spite of x, furthermore, plus, and so on. انت بتحول اللي انت بتسمعه الى رمز. هل ممكن يا دكتور امزج ما بين الابريفيشنز والسيمبلز؟ I totally do this. طب يا دكتور انا بحب اخد السيمبلز او عفوا النوتس بتاعتي ابريفيشنز more than symbols. It's all about you. اللي بيريحك انت اللي تعمله. اوكي؟ اللي ريحك اتصرف فيه زي ما انت عايز. اهم حاجة take notes. Look at this. انا هوريكم دلوقتي انا خدت notes ازاي لخطاب دونالد ترامب او مقدمة خطاب دونالد ترامب خطاب التنصيب في ترجمته الى العربية. سؤال مهم جدا لحضراتكم جميعا وعايز اجابته حالا. يا شباب اخد notes عربي ولا انجليزي؟ أنا هترجم دلوقتي into Arabic. In Arabic or in English? English. English. ده ينفع وده ينفع دكتور محمد حسب اللي رايح كل واحد. حسب اللي رايح كل واحد. شيرين في حد صاحبي صاحبي بيعمل الاثنين مع بعض في نفس الوقت. هو عنده مزاج في كده. اوكي. I like him. عربي على واحد انجليزي. I like him. I like him. اوكي همسه تفضلي يا همسه. اعتقد دكتور انه المفروض ناخدها باللغه اللي المتحدث بيتكلمها لان ده بيكون اسرع واحنا بنبقى بناخد وراه نوتس فان انا لسه في عمليه ان انا اترجم الكلمه لغه ثانيه ده هياخد مني وقت فاللغه اللي بيتكلم بيها السبيكر هي دي المفروض ان انا اخد بيها نوتس. ثانك يو سو ماتش همسه. اوكي there are two main schools in this. School number one اللي كلمت عنها همسة دونالد ترامب هيكيد هيتكلم انجليزي فبدل ما اخد two steps في ان انا اترجم into Arabic واكتب العربي واكتب الانجليزي على طول اخد النص بتاعت انجليزي. وفي سكول تانية اللي اتكلم عنها استاذ محمد بدر ودي انا بعملها انا شخصيا ان انا ممكن اعمل mixture ما بين العربي وبين الانجليزي
in a lot of cases انا بعمل ده as long ان ده بيريحك واز لونج ان هو بيوصل وبيديليفر المسج الحقيقيه والسليمه للمستمع use it apply it and adapt to it okay thank you so much now احنا هنسمع خطاب دونالد ترامب بس عايز اوريكم حاجه مهمه جدا انا اخدت نوتس ازاي وانا متعمد ان انا اوريكم اخدت نوتس ازاي عشان نعمل زيها شويه look at this here we go انا هوريكم الصوره دي شكل النوتس بتاعتي ده شكل التقسيمه بتاعت النوتس and this is how I take notes this is a mixture between abbreviations and symbols here you can find abbreviations وsymbols في نفس الوقت نفس التقسيمه دي كده كل جمله بشد تحتها خط بعد كده بنتقل لجمله ثانيه اعمل النوتس بتاعتي واشد خط وانتقل ناحيه اليسار واكمل 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 بنفس المنوال ده now we're going to watch دونالد ترامب انا قفلت الشير دلوقتي قفله ثواني وهشغل الفيديو بتاع دونالد ترامب here we go I'm going to share this with sound yep here we go نقفل ده كده Here we go. I think you can watch Donald Trump. واضح ده حضراتكم مش كده؟ طيب. Now هنسمع دونالد ترامب لمدة دقيقة تقريبا أو لحد ما أوقف أنا. عايز حضراتكم تاخدوا notes للي هو قاله. Okay. 3, 2, 1. Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world, thank you. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together, we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We will face challenges. We will confront hardships, but we will get the job done. Okay. Let me ask you, did you hear well? Did you listen to the speech? في حد كان عنده مشكلة في الاستماع أصلاً؟ تمام thank you مفيش مشكلة حتى الآن الحمد لله طيب who took notes وكانت مشكلتك في النوتس ايه مين أخذ نوتس يا شباب الناس اللي أخذت نوتس ترفع ايديها please raise your hands if you took notes سلمى you'd like to add something here اي دكتور أخذت نوتس تمام كويس كان في مشكلة في النوتس لا ما كانش فيه طيب تمام اوكي همسة could you please open your mic yes okay so what happened in your notes حاسة انها هتساعدك so far yes لغاية دلوقتي يعني so far yes okay can I please listen to your Arabic ممكن تترجمي okay أتوجه بالشكر للرئيس كارتر ورئيس أوباما والمواطنين الأمريكيين نحن نبذل مجهود كمواطنين أمريكيين نبذل مجهود كبير في بناء دولتنا ونحن معا نواجه الكثير من التحديات خلال سنواجه الكثير من التحديات في السنين القادمة يعني ده اللي أنا أخذته النوتس اللي أنا أخذته. Okay, I totally believe this is a very nice effort from your side. حقيقي مبروك كويس جدا جدا كمان. Okay, شكرا همسة. Okay, سهيلة, are you there? Yes, I'm there. يلا نترجم. My notes
wasn't that good. I couldn't. أنا بخاف بقى من النقطة دي لأن أنا إيه بصعبها على نفسي من قبل ما أبدأ. You can start وأنا أقول لك هي كانت good enough ولا لا. ماشي؟ okay. يلا بينا. أتوجه بخالص شكري إلى الرئيس أوباما والرئيس بوش وجميع أفراد الشعب الأمريكي. لحد هنا أنا يعني بس النوتس بتاعتي والباقي أنا مش so you can't depend on your memory. مش فاكرة حاجة؟ مش فاكرة فعلا. أنا ركزت على النوتس أكتر من أنا أركز ركزتي على النوتس أكتر ما سمعتي مش كده؟ and that's why we can say that taking notes can be hindering somehow. لأن أنت دلوقتي اديتي أولوية للكتابة عن الاستماع and it happens a lot. Okay, so you need to train yourself on يعني putting some balance to it. توازني ما بين اللي بتسمعي واللي بتكتبي and it takes time يا سهيلة. But with practice everything can happen. Thank you so much يا سهيلة. طيب مين تاني أخذ notes وعايز يترجم؟ أستاذ محمد عبد الجليل حضرتك كنت عايز تترجم تقريبا. وعايز اترجم بس يعني لما حضرتك سالت في مشكله في التيكينج نوتس كان بالنسبه لي اسمها رؤساء يعني بما انه ذكر كذا okay. اسم بالنسبه لي كانت ليا شويه يعني. طب تعالى نسمع الترجمه ونتكلم في النقطه دي. ماشي اوكي. الساده الرؤساء رئيس كلينتون ورئيس بوش ورئيس أوباما والمواطنين الأمريكان يتمثل هدفنا في إعادة بناء دولتنا وأعلم أننا سنواجه مزيدا من التحديات يمكن التغلب عليها وحتى يتسنى لنا تحقيق هدفنا وتحقيق هدفنا الهدف المنشود. وعارف طبعا ممكن تبقى فيها حاجات كتير واقعة بس هو ده يعني اوكي. المشكله اللي حضرتك لمستها هي تكرار اسماء الرؤساء وحضرتك ما كنتش عارفهم او سقطوا مننا تقريبا مش كده؟ طب سقطوا مننا. عندي سؤال لحضرتك. في افكار مين ايدياز يعني كنت حاسس ان انت بتكتب والكتابه دي كانت مأثره على قدرتك على السماع قدرتي على التذكر أتذكر. أوكي. That means إن النوتس نفسها فيها shortage شوية. أوكي. It's not a problem. أوكي. Last try. في حد عايز يترجم المقطع ده؟ حد حابب يجرب يسمعنا عربي كويس؟ أوكي. Never mind. It's not a problem. أنا عايز أوريكم حاجة مهمة جدا هنا في ال في الملف وهنا النوتس بتاعتي بالشكل الآتي. الرجل في الأول قال Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Obama, أو President Bush, President Obama, Fellow Americans and people of the world, thank you. التقسيمة اللي قالها محدش من حضراتكم قال لي Chief Justice Roberts خالص. مش عارف ليه. So it's all about listening skills and in the same time writing skills and how to convert words لنوتس. خدوا بالكم الأسامي مهمة جدا لأنها من العناصر اللي لازم أخدها في النوتس. الأسماء، الأرقام، النسب العشرية، الكسور، العناوين والتفاصيل. دي حاجات ما ينفعش معها أي suggestions. لأن الإجابة فيها يا إما صحيحة يا إما خاطئة. الرقم ما فيهوش تخمين يا صح يا غلط. لو هو واحد وانت قلت اتنين it's a mistake, it's not even close. Okay, so Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, people of the world, thank you. Look at the notes. قاضي القضاء روبرتس، الرئيس كارتر، الرئيس كلينتون، الرئيس بوش والرئيس أوباما، الإخوة الأمريكيون وشعوب العالم، شكراً لكم.
look at the notes. النوتس بتتاخد بالشكل ده. روبرتس، كارتر، كلينتون، بوش، أوباما، F, A, M, people, world, think. اوكي؟ من تاني لو قولها بالعربي، قاضي القضاء روبرتس، روبرتس ده اللي هو رئيس المحكمة العليا هناك. قاضي القضاء روبرتس، الرئيس كارتر، الرئيس كلينتون، الرئيس بوش، الرئيس أوباما، الإخوة الأمريكيون وشعوب العالم، شكرا لكم. دي أول جملة اتقالت على لسان دونالد ترامب. Okay? Do we have a problem with this? في مشكلة في النوتس؟ طيب، ممكن ما أقولش قاضي القضاء، ممكن بمنتهى البساطة أقول المنصب نفسه وأقول رئيس المحكمة العليا الأمريكية. الرجل اسمه إيه؟ حد عارف اسمه؟ اسمه إيه؟ روبرتس؟ روجر روبرتس. Okay? So الرجل قال روبرتس، خلاص تقول روبرتس وخلاص. تمام؟ Thank you so much. أنا عارف إن الموضوع محتاج براكتس أكتر، وعارف إن مسألة ممكن تكون صعبة بعض الشيء للوهلة الأولى. However, it's not difficult because I don't like this word. It's a challenge. How to take notes. How to take notes. Okay. عايز حضراتكم تسمعوا نفس المقطع تاني وتاخدوا notes وتقولوا لي ترجمتكم consecutively. Okay. Now I'm going to share here. نفس المقطع تاني. ناخد notes وهنسمع وهنترجم. 3, 2, 1. Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world, thank you. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together, we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done. Every 4 years, we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power. Okay, I think this is enough. Who can tell me a proper translation? من يقدر يقول لي ترجمة للنوتس اللي أخذها من النص أو من الخطاب. Can you give us a translation or interpretation? سلمى، are you there؟ أيوة يا دكتور محمد. أنا معتمد عليك يا سلمى. يلا بينا. أترجم عربي مظبوط كده؟ أكيد أكيد عربي، أكيد مش فرنساوي. يلا بينا. روبرت، كيلر، بوش، أوباما، كله أمريكانز. روبرت، كيلر، بوش، أوباما. الأمريكيون، الشعب الأمريكي وشعب العالم، أشكركم جزيلا. نحن هنا، نحن شعب أمريكا، أمريكا، ونحن نسعى إلى بناء وطننا، وهذا وعى وسنواجه كثير من التحديات بس. Okay. Salma, you are only reading from your notes. This is not an interpretation. However, I want you to transfer the meaning من النوتس بتاعتك. وما بنقولش روبرتس وبوش وأوباما because they are not our friends. هو الرجل هيخطبهم بخطاب رسمي. قاضي القضاء أو رئيس المحكمة العليا روبرتس، الرئيس كارتر، الرئيس كلينتون، الرئيس بوش، الرئيس أوباما، وها المواطنون الأمريكيون وشعوب العالم. شكرا لكم. You need to give me a meaning, not only words. This is not an order of words. كنت مركزة على اللي أنا بكتب. Okay, so you need to double your efforts.
Okay, so we are transferring meaning, not only words. Thank you so much, Salma. Nice effort, but next time I expect much better results. Thank you so much, Salma. This is what we do in consecutive interpreting. We transfer meaning through notes, through what we understood from the text, from what we had the retention of. انت تعتمد على حاجتين مهمين جدا. النوتس اللي انت اخدتها and your own memory. لان انت مش بتاخد notes to every single word. واوعى تعمل ده. ما تاخدش notes لكل حاجة بتسمعها. لان you will never have the ability to. ما فيش حد عنده القدرة ان هو ياخد notes لكل كلمة بتتقال. بمنتهى البساطة هو بيتكلم بلسانه وانت بتكتب. هو اسرع منك. عمرك ما هتلحقه. Simple. Okay. احسبها كده. هو اسرع منك. هو بيتكلم بلسانه بيحرك لسانه وانت بتحرك ايدك. فطبعا هو اسرع منك. So we do not depend on only notes, but we also depend on our memory. And that's why تركم قبل كده short term memory games, الالعاب اللي بتقوي الذاكرة قصيرة المدى. Finally, let's move to simultaneous interpreting. Simultaneous interpreting يا شباب. ودرس مهم جدا في simultaneous interpreting is that you need to wait for only 2 seconds. في ناس بتقول 3 seconds, بس أنا بشوف إن ده كتير. Only 2 seconds. And then you start interpretation in the same time. الراجل ده هيتكلم English وأنا هتكلم عربي في نفس الوقت. في نفس الوقت أنا هتأخر عنه ثانية أو ثانيتين علشان أسمع هو قال إيه وأبدأ الجملة بتاعتي. And that's what we call in English decalage أو elapsed time. وقت بتركه أو بسيبه علشان لو ثانية أو ثانيتين علشان أسمع هو قال إيه وأبدأ جملتي وأبدأ أبني جملتي في اللغة اللي أنا بترجم ليها. تعالوا نجرب مع بعض نشوف الترجمة الفورية هتتم إزاي. I do this myself, okay? أنا هترجم ورا دونالد ترامب وبعد كده هخلي حضراتكم ترجموا. Listen carefully ونشوف الدنيا هتبقى ماشية إزاي. 3, 2, 1. Chief Justice Roberts. President Carter. الرئيس كارتر. President Clinton. الرئيس كلينتون. President Bush. الرئيس بوش. President Obama. الرئيس أوباما. Fellow Americans. والمواطنون الأمريكيين. And people of the world. Thank you. شكرا لكم. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together, we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done. Every 4 years, we... Okay, this is how we do simultaneous interpreting. I waited for only 1 second, لأن هو فعلاً سريع, فأنا مش عايز أستنى أكتر من كده, but I only waited for only 1 second. بعد كده انطلقت وراء. طيب, what happened يا دكتور؟ لو أنا حاجة وقعت مني, لو أنا في حاجة هو قالها بسرعة, أنا فكرت, قعدت أفكر لحد ما جبت المعنى, and I dropped some words, لأن هو أسرع مني شوية. What happens then? أنا أتصرف إزاي لو السبيكر قال حاجة أنا ما أعرفش معناها, أول حاجة دي أنا ما لحقتهاش. What shall I do? Don't think twice. ودي قاعدة مهمة جدا لازم تبقى عارفها. ما تفكرش مرتين في الترجمة. يا سلمى؟ I can سلمى. Skip. Yes. Just don't think twice. ما تفكرش في اللي وقع منك. So because if you lean down to get what you dropped, هتنسى كل اللي جاي بعد كده وهتسقط كل اللي جاي بعد كده. طب سؤال تاني مهم وده ضروري جدا. ايه اللي هيحصل لو انا stand puzzled كده بالحاجة اللي انا عايز اقولها؟ عندي معنى واثنين, عندي كلمتين بيدوا نفس المعنى ومحتار ما بين الاثنين. What shall I do? Which is very important by the way. محتار ما بين كلمتين ما عنديش وقت اعمل ايه؟ دايما الرول بتاعتنا the first word you have in mind. The first word you have in mind.
and I one case كان في كلمة disabilities و اتقالت ساعتها إعاقات, رغم أن كلمة إعاقة مش من ضمن الكلمات المحببة في الاستخدام. كان ممكن نقول مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة, ذوي الهمم, ذوي القدرات, لكن اللي جه في بال المترجم ساعتها إعاقة. Is it wrong? No, it's not wrong. However, politically, it's not appropriate. But دي أول حاجة في بالك, مش كده؟ So if you are not experienced enough, ما تفكرش ولا تقارن ما بين الأوبشنز اللي في دماغك كتير. ودايما القاعدة الأساسية, the first word you have in mind, أول حاجة بتيجي في بالك هي اللي دايما بتقولها. Okay? Now, I need a volunteer, عشان ما طولش على حضراتكم, أنا عارف أنتوا تعبتوا النهاردة. I need a volunteer to translate. مين يقدر يترجم ده؟ سلمى؟ أوكي سلمى. 3, 2, 1, go. Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world, thank you. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise to all of our people. Together, we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done. Every 4 years. Okay, Salma, I can note that you need to raise your voice. عارفين يا سلمى لما بدخل كابينة, عارف انا بعمل ايه؟ ايوه انا بعلي صوت السبيكر على الاخر. عارفه ليه؟ عشان صوتي يعلى هو كمان تلقائي. انما صوتك محتاج يعلى كتير يا سلمى حقيقي. You need to raise the tone you speak of. لازم صوتك يعلى اكتر من كده بكتير. What shall you do? هاتي السماعة حطيها على ودنك, علي الصوت على الاخر, فحتى الامبليفاير صوتك هيعلى غصب عنك. It's a psychological game. بدخل جوه الكابينة بطلب من التكنيشن يعلي الصوت على الاخر, يخرج مداني عشان غصب عني انا هيعلى. تمام يا دكتور, تمام. Okay, it's a psychological game you need to play. سلمى, yeah. I however listened to your interpretation. الترجمة كانت كويسة, في حاجات وقعت منك. However, you need to be much quicker. حاولي تبقي أسرع من كده. And don't think twice. فكريش مرتين. Because you kept thinking about some names that you dropped. Okay? شكرا جزيلا يا سلمى. Thank you so much for your efforts and nice try. Okay? Last attempt, آخر محاولة النهاردة. مين حابب يترجم وراء دونالد ترامب؟ Simultaneously. سهيلة؟ يلا يا سهيلة. جاهزة؟ 3, 2, 1, and please raise your voice, okay? Chief Justice Roberts, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world, thank you. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country for its promise for all of our people. Together, we will determine the course of America and the world for many, many years to come. سهيلة, انت بتستخدمي الموبايل مش كده؟ عشان كده والله, عشان كده. انت مش متخيلة كمية النغبشة اللي احنا كنا سمعينها. انا نفسي الصوت مقطع عندي كمان, بتاعه صوته كمان. احنا كان وصل لنا وفي وسط النغبشة دي انا سمعت بعض الترجمة كانت كويسة. I hope ان انت كنت بتكملي كويس, يعني I hope والله.
I wish إن أنا أسمعك بس المايكروفون ده صعب صعب جدا الصوت ده والله. Next time use a laptop or a desktop, okay? Okay. اوكي ماشي. الموبايل يا جماعه الموبايل ده بنقول بيه الو. اوكي يعني انا دايما بحب اقول كده, موبايل مهما تطور حتى لو ايفون حتى لو اعظم تليفون في الدنيا بنقول بيه الو, انما انا مش بترجم على الموبايل ده باك اب اونلي باك اب. مهما تطورت الدنيا ترجم على اللابتوب او الكمبيوتر امكانيات اعلى. اوكي فاينالي وذ عمر ماي ماي فريند اند اي'd لايك تو هير فروم يو. الو عمر. يس دكتور. ار يو ريدي؟ Yes, inshallah. Let's go. 3, 2, 1, and please. I don't need to tell you that you raise your voice and then I'll talk highly. Yalla bina. Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans, and people of the world, thank you. Ahlan bi jamia al alam. Shukran. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together, we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We will face challenges, we will confront hardships, but we will get the job done. Every 4 years we gather on these steps. Omar, you are stunning as usual. Thank you. لا بجد الصوت كان واضح, ترجمة جميلة جدا. محتاجين نسرع شوية, حاجة بسيطة يعني لو انت كنت أسرع من كده ثانية أو ثانية ونص الدنيا كانت هتبقى أفضل كتير. Number three, ما تقولش سوف, قول سا. سا. أرجوك بلاش سوف. كتير قوي, too much عليك وعلى أي حد. تمام. Okay, just abbreviate. يعني إحنا في الترجمة إحنا بنختصر قدر الإمكان عشان أيسر الدنيا على نفسي. Okay, ف don't يعني ما تبقاش perfectionist. كل الناس عايزة تبقى perfect. And we are perfect. بس ما تبقاش perfectionist. مش لازم أفضل حاجة. You're not a translator, you're an interpreter. تعرفين الانتربتر بيطلب منه قد إيه في المحتوى؟ المحتوى 80%, مش 100%. 100% ده في الترانسليشن, لما تكون قاعد على الكمبيوتر بتاعك في مكتبك تحت التكييف بتاعك والدنيا ظريفة معك الديكشنري, معك الجلوسري والإنترنت, معك زملائك تتصل بيهم. However, you are in a booth, you are under stress, you follow a quick speaker. So 80% of the content, not the meaning. The meaning لازم دايما 100%. اوعى تديني معنى ناقص. لكن الكونتنت ممكن في بعض الحاجات نعمل لها دروبج طالما not effective. Thank you so much, Omar. Thank you so much, all of you, my dear colleagues, my dear brothers and sisters. Thank you so much for being here. أنا انبسطت جدا بوجودي معاكم. ولو في أي أسئلة, لو في أي استفسارات ممكن أطرحها دلوقتي قبل ما نخرج. هل في أسئلة, استفسارات, إضافات؟ حد عايز يقول حاجة؟ لطيفة, أستاذة لطيفة تفضلي يا فندم. وشيرين بعد كده, حاضر. لطيفة بتقول لي if I attend the meeting in Arabic but then afterwards I have to write the meeting minutes in English, is that interpreting? Writing, yeah, it's a mixture between the translation and the interpreting. ده هيبقى, بس هو غالبا هيكون translation مش interpreting. No, this is mainly a translation but with some hints of interpreting. أستاذة شيرين. ايوه دكتور, لو سمحت هل في حضرتك قلت لنا في جيمز او كده بتساعد على تقويه الشورت تيرم ميموري؟ يعني لو ممكن تقول لنا ده طلب. طلب تاني, حاجات برضه تساعد في موضوع السلف كونفيدنس, لان الواحد يعني شويه حتى وهو بيتكلم عربي ممكن شويه بيتلعثم شويه, بس هو ده هتتفسر غلط بقى لو كان هو بيترجم يعني. تمام. اوكي. I have two answers here and two words. Number one, the application is called WordUp, اللي أنا كلمتكم عنه. وغير WordUp, يعني لو ما عجبكيش WordUp أو شايف إن هو ممكن شوية عليه, ممكن نكتب على Play Store
مايند جيمز، لان هو بيبقى ابلكيشن جواه اصلا العاب. تمام، انا مش جايب الصوره والله، بس الابلكيشن اللي هتنزليه مربع كده ابيض ابيض في اسود وجواه العاب، فده ممكن تنزليه. معلش في الانبوكس او حاجه، او I'll give some suggestions on our groups. يعني انا هبعت حاضر الحاجه، هبعت لكم suggestions على الجروب. حاضر عليا. حاجه تانية، انا بتلعثم، انا بتلخبط، انا بتوتر، بيحصل للناس كلها، بيحصل لنا كلنا. however ممكن ناخد حاجه اسمها public speaking course. public speaking course especially when I am a female in an orientalist society زي عندنا. okay. طب انا ولد وبرضه بتلعثم، هل فيها مشكله بالنسبه لي؟ لا، كلنا بنغلط، كلنا بنتلخبط. however لما بنشتغل public speaking ده بيعرفنا قد ايه ان احنا نقدر نكون واثقين من نفسنا. في الجامعة الأمريكية عاملين ده، وأنا عملت ده والله. يمكن أنا ديت كذا كورس public speaking، وكان أساسي قبل ما ترجم فوري إن أنا أكون عارف إزاي أقف أتكلم قدام الناس. على فكرة الموضوع مش ملوش علاقة بالترجمة بس، لا كمان presentations، interviews، public speaking عموما. أنت ممكن يطلب منك أي حاجة قدام الدكتور بتاعك، أو قدام المشرف بتاعك، قدام المدير بتاعك، تعمل presentation. ساعتها بقى هتستطر وهتتلعثم وهيحصل مشكلة، مش كده؟ so before showing up before people، قبل ما تتكلم قدام الناس، قبل ما تعمل presentation قدام حد، قبل ما تدخل interview، أرجوك خد كورس public speaking موجود ببلاش على الانترنت، على جوجل، على عفوا على اليوتيوب، تقدروا تعملوا ده وتمارسوه في البيت. okay practice is the essence، الممارسة هي الأساس. ترجمة فورية، ترجمة شفهية بدون ممارسة is nothing. Nothing. Okay. Thank you so much. سعيد بوجودي معاكم. محاضرة مسجلة، هنرفع الفيديو على اليوتيوب، وهنبعت لحضراتكم اللينك، وهبعت suggestions دلوقتي على الجروب على المايند جيمز إن شاء الله. شكرا جدا لحضراتكم، وصباح على خير.